السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له ولا كفؤ له ولا مثيل له، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني في هذه الساعة الكريمة مع حضراتكم على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، جبريل يسأل والنبي يجيب صلى الله عليهما وسلم. برنامج في العقيدة والتوحيد أقدمه لأمة الحبيبة بأسلوب جديد في سؤال فريد وجواب موفق سديد، ولما لا، والسائل هو جبريل والمعلم والمجيب هو نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال شرحنا لهذا الحديث الممتع الماتع الذي رواه الإمام البخاري مختصرا والإمام مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. واخترت رواية الإمام مسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن،
إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم، ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلمه الله جل وعلا إلا إذا وقع. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لازلنا أيها الأفاضل مع هاتين الكلمتين الجليلتين التربويتين لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حدثني أبي. وهذا هو اللقاء التاسع على التوالي في هاتين الكلمتين الجميلتين: حدثني أبي، منهج تربوي مفتقد تحتاج إليه الأمة كلها بلا استثناء في هذه الأيام لأسباب كثيرة ذكرت بعضها، ولازلت أتحدث في سبب خطير من هذه الأسباب، ألا وهو كثرة الفتن. نعم، كثرت الفتن حولنا وحول أولادنا بصورة لا أعرف لها نظيرا ولا أعرف لها مثيلا، من خلال قراءاتي للتاريخ وللسيرة وللأحداث، لا أعلم زمانا قد استشرت وانتشرت فيه فتن الشهوات والشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات. وقد تكلمت في الحلقة الماضية عن الفتن لغة واصطلاحا، وقلت الفتنة مأخوذة من قول العرب: فتنت الذهب والفضة، أي إذا أذبت الذهب والفضة في النار، للتمييز بين الرديء والجيد. وجماع معنى الفتن الابتلاء والاختبار والامتحان، جماع معنى الفتن الابتلاء والامتحان والاختبار. والفتن كثيرة وخطيرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مبينا خطر الفتن: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالفتن خطيرة وكثيرة. ومكمن الخطر في الفتن، وأرجو أن تنتبهوا معي الليلة، مكمن الخطر في الفتن
أن الفتن تعرض على القلوب، لأن كثيرا من شبابنا وأولادنا يتصوروا أن الفتنة تنتهي بمجرد زوال الفتنة عن البصر أو عن السمع. يعني هو يجلس الآن أمام موقع إباحي من مواقع الشبكة العنكبوتية المعروفة بالإنترنت، يجلس الآن أمام موقع إباحي ويقضي ساعة أو ساعتين أو يزيد، يتصور الإبن من أولادنا أنه بمجرد إغلاقه لهذا الموقع أو تحوله منه إلى موقع آخر أو حتى بمجرد إغلاقه للجهاز أصلا، جهاز الكمبيوتر، يتصور أن الفتنة قد زالت. لا، يأوي إلى فراشه، يروح ينام، وطول ما هو نايم تتوالى أمام عينيه صور الفتنة تترى. كل الفيلم بكل لقطاته ومشاهده تجري مرة أخرى وتتكرر مرة أخرى أمام عينيه، مع أن الجهاز مغلق. خلي بالكوا يا شباب، وخلي بالكوا يا أولادي، مع أن الجهاز مغلق، مع أنه لا يسمع بأذنيه سماعا حقيقيا، لكن كل كلمة وكل همسة وكل حركة كان يراها قبل لحظات تمر أمام عينيه، وتتردد الكلمات على أذنيه، وكأنه يشاهد الفيلم مرة أخرى مع أنه قد أغمض هو الآخر عينيه. إيه الكلام ده؟ مش ده واقع؟ كلام في منتهى الخطورة. كل كلمة سمعها في وقت الفتنة تتردد على أذنيه، يسمعها تاني. كل مشهد رآه بعينه يراه مرة أخرى وهو نائم، وهو مغمض لعينيه، أيوة، وهو لا يسمع في الحقيقة، أيوة. ليه؟ اسمع بقى كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأرجو أن تنتبه جيدا لهذا التأصيل الخطير. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ووددت أن لو توقفت مع حذيفة، لكن ربما أكون لنا وقفة كاملة مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في ليلة كاملة من ليالي رمضان بإذن الله تبارك وتعالى، وأنا أتحدث عن برنامجنا هذا العام أئمة الهدى ومصابيح الدجى بإذن الله. نعم، نحتاج إلى وقفة متأنية مع حذيفة ابن اليمان، فحذيفة هو أمين السر النبوي، هو أمين السر النبوي، هو صاحب الفهم العميق والرؤية السديدة في موضوع الفتن. فالناس، كل الناس، كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان حذيفة رضي الله عنه متخصصا في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر. يقول حذيفة كما في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى آخر الحديث. يقول حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب. إيه حضرتك، أنت معايا؟ مركز معايا؟ ياريت كل أولادنا وكل شبابنا وكل بناتنا يتابعون مثل هذه الحلقات، فإنها في غاية الأهمية. خلي بالك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول: تعرض الفتن على القلوب. ده السر بقى، هذا هو السر الحقيقي في أن الفتن بعد أن يغمض الإنسان بصره وأن يصم الإنسان أذنيه عن السماع الحقيقي للفتنة أو أن يبتعد عنها، يسمع الكلمات ويرى المشاهد تتوالى وتتردد على أذنيه وأمام عينيه مرة أخرى. ليه؟ لأن الفتن تعرض على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. إيه الحصير ده؟ أنتوا فاكرين زمان الرجل الذي كان يصنع الحصير، الحصير الذي كان يفرش على الأرض، الآن نفرش، يفرش السجاد والمكت، نسأل الله أن يوسع علينا وعليكم بالحلال. الحصير كان يصنع من أعواد صغيرة، يأتي الرجل بالعود ويضع العود في الخيط، ثم يأتي بعود آخر ويشد الخيط عليه، ثم يضع العود الثالث ويشد الخيط عليه، وهكذا. وبعد لحظات ترى هذه الأعواد
المنفردة الصغيرة أصبحت حصيرا كبيرا يغطي مساحة كبيرة من الأرض. هكذا الفتن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لا والله ممكن تسمعنا الحديث ده تاني، ضروري نسمع الحديث ده مرة تانية. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي أن نغفل عن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، فتنة تجالس أمام فضائية من الفضائيات، تشاهد كليبا من الكليبات، دخلت على موقع من المواقع الإباحية، تسمع أغنية فاحشة ماجنة، تشاهد مجلة عارية فاضحة، تجلس في مجلس غيبة، تجلس في مجلس نميمة، تجلس في مجلس كذب، إلى غير ذلك، وسأفصل الآن في أقسام الفتن. ثم تنام، تعرض الفتنة على القلب، يتشرب القلب الفتنة، مفيش توبة ومفيش أوبة ولا استغفار، فتترك الفتنة بقعة سواد في القلب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح، إذا أذنب العبد المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، أي أصبح قلبه صافيا طاهرا كالمرآة، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن عاد أي إلى الذنب زادت، أي نكتة أي بقعة السواد في القلب، فذلك الران. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يذنب العبد ولا يجدد التوبة والأوبة، فيترك الذنب في القلب نكتة سواد أو بقعة سواد. طيب، يذنب ذنبا آخر وتعرض على القلب فتنة جديدة، فيتشرب القلب الفتنة فتزيد بقعة السواد، ثم تعرض على القلب فتنة ثالثة فيتشرب القلب الفتنة، كما تتشرب قطعة الإسفنج السائلة الماء أو الحبرة أو أي شيء، فتزيد بقعة السواد إلى أن يمتد ويعلو السواد القلب، فيحجب هذا السواد الذي يصبح رانا على القلب، يحجب هذا القلب عن الرب تبارك وتعالى. أيوة، تيجي تقول للشاب بقى قال الله، مش سامع، تلاقي الشاب معرضا، تجد الشاب معرضا تماما، ينظر إليك باستخفاف بل بازدراء بل باحتقار، باستخفاف ينظر كثير من أولادنا وشبابنا إلى العلماء وإلى أهل الفضل. ليه؟ لأن القلوب قد حجبت بالران عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد القلب صالحا للسماع عن الله. قال الله جل في علاه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي وهو حاضر القلب، أي وهو حاضر القلب والذهن، لكن هو بيسمع لكن ما فيش شيء واصل للقلب. تقول له قال الله، ربما ينظر إليك لكنه لا يسمع بأذن قلبه، أو لا يسمع بقلبه لأنه معرض، أو لأن الران قد حجب القلب عن الله جل وعلا. كم من أولادنا يسمع عن الله
بل ربما إذا رأى الآن برنامجا كهذا ربما يسمع قليلا ثم يعرض، يحول وينتقل من هذه القناة أو غيرها من القنوات الطائرة إلى فضائية أخرى عشان يسمع أغنية أو فيديو كليب أو ليرى فيلما إباحيا أو مسلسلا ساقطا أو فيلما هابطا. ليه؟ لأن فيه ران على القلب، حجب هذا الران القلب عن الرب جل وعلا. تعرض الفتن على القلوب، خلي بالكم يا شباب، كعرض الحصير فتنة فتنة. وبعدين كثير من الأولاد وكثير من الشباب يستصغر الفتن. إيه يعني المشكلة لما أشوف يعني فيديو كليب مرة؟ يعني يا مولانا ما تدقهاش علينا كده، ما هو مش ساعة لقلبك وساعة لربك. لا لا إطلاقا، ساعة وساعة كما قال الصادق عليه الصلاة والسلام، ليس كما نفهم وليس كما نظن، ساعة نقضيها في المعصية وساعة تقضى في الطاعة، إطلاقا ليس هذا هو المراد. وإنما المراد أن تقضي ساعة للآخرة، لتدمع عينك، ليخشع قلبك، لتخشع جوارحك، ليزداد قربك من ربك جل وعلا، ولتقضي ساعة أخرى بنص حديث حنظلة الأسيدي كما في صحيح مسلم، لتستمتع فيها بزوجتك وأولادك ولتنشغل فيها بتجارتك. الحديث رواه مسلم من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، لقي أبو بكر رضي الله عنه حنظلة فقال أبو بكر لحنظلة: كيف أصبحت؟ فقال حنظلة للصديق: نافق حنظلة يا أبا بكر. الله أكبر، نافق حنظلة؟ معقول صحابي جليل يتهم نفسه بهذا الاتهام؟ نافق حنظلة يا أبا بكر، يعني وقع في النفاق. فقال أبو بكر: مما؟ ليه؟ فقال حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراهما رأي العين، أو حتى كأننا رأي عين. فإذا عدنا إلى بيوتنا، خلي بالك، وأزواجنا، عافسنا الأزواج، أي داعبنا الأزواج وانشغلنا واستمتعنا بهن، عافسنا الأزواج. فإذا عدنا عافسنا الأزواج والأولاد، شغلنا بالأولاد والضيعات، يعني بالتجارة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إنا لنجد مثل هذا. الصديق هو الآخر يقول بأنه واقع في هذا الحال: والله إنا لنجد مثل هذا. فقال، انطلق أبو بكر رضي الله عنهما عنه مع حنظلة رضي الله عنهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ فقال حنظلة: نكون عندك يا رسول الله تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراهما رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحال التي تكونون بها عندي، يعني من بكاء عين وخشوع قلب وخشوع جوارح، لو تدومون على الحال التي تكونون بها عندي تذكرنا بالجنة والنار فنبكي وتخضل لحانة. فقال: لو تدومون على الحال التي كنتم بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. يعني ساعة عافس فيها الزوجة والأولاد وانشغل بالضيعات، أي بالتجارة والأموال، والساعة الأخرى انشغل فيها بربك سبحانه وتعالى وبأمر آخرتك. لكن ليس كما يقول كثير من شبابنا وأولادنا: ساعة لقلبك وساعة لربك، يعني ساعة معصية وساعة طاعة. هذا هو الروغان، هذا هو روغان الثعالب، ساعة طاعة وساعة معصية، هذا هو روغان الثعالب. يعني ايه؟ هنبقى ملايكة يعني؟ ما انتش عاوز حد يغلط، انت ما بتغلطش؟ لا حاشا لله، كل بني آدم خطاء. أمال إيه المعنى؟ المعنى إن زلت قدمك، إن زلت قدمك لبشريتك، فجدد الأوبة والتوبة إلى ربك تبارك وتعالى. لكن ليس عن قصد وعن إصرار وسبق وتعمد أن أنطلق لأقضي ساعة في الطاعة ثم إذا ما انتهيت منها
أبحث عن ساعة أخرى لأقضيها في المعصية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. طيب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها. اللهم اجعلني وإياكم من أصحاب القلوب المنكرة للفتن، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. خلاص، كل ما تعرض الفتن على القلب الثاني ده ويرد القلب الفتنة ويأبى أن يتشربها يزداد إشراقا وتلألؤا ونورا. نعم، ونورا. القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، فيه سراج يضيء ينير. قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. إن غلبت مواد الإيمان أصبح القلب قلب مؤمن، وإن غلبت مواد النفاق أصبح القلب قلب منافق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا من نفيس كلام حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، فالحديث يصح موقوفا على حذيفة ويضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومدار تضعيفهم على الليث بن أبي سليم، وهو متكلم فيه، والحديث رواه الإمام أحمد وغيره. نعم أيها الأفاضل، يبقى مكمن الخطر أن الفتن تعرض على القلوب. خلي بالكوا يا شباب، اوعى تتصور ان بمجرد ما هتقفل المجلة العارية او الفاضحة، او بمجرد ما هتقفل الكتاب الخبيث الذي يحرك عندك الغرائز الهاجعة ويستثير عندك الشهوات الكامنة ستنتهي الفتنة. لا تتصور انك بمجرد اغلاقك للموقع الاباحي على شبكة انترنت ستزول الفتنة، لا اطلاقا. ليه؟ لانها عرضت على قلبك ولم تعرض على بصرك وسمعك فقط، وإنما عرضت على القلب، وتشرب القلب الفتنة وظللت ساعة كاملة أو يزيد. بل هناك من يقيم الليل كله أمام هذه المصائب والفضائح، وكم من بيوت خربت بسبب هذه الإباحية الفاسدة التي ملأت كثيرا من البيوت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من امرأة طلقت بسبب هذا، كم من شاب فشل في دراسته وغرق في مستنقع الرذيلة الآسن العفن بسبب هذا، بسبب الفتن وبسبب عدم إدراكه لما يجب أن يكون عليه المسلم في هذه الفتن الحالكة السواد التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كقطع الليل المظلم إن لم تحمل نورا وضوءا يضيء لك الطريق في هذا الظلام الدامس الحالك ستزل وستضل وستهلك وستحترق في الدنيا والآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومكمن الخطر كما أقول كثرة، مع كثرة الفتن أنها تعرض على القلب. القلب آه من القلب، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت أولادنا على الحق يا أرحم الراحمين. ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. قلبك الآن على حال، لو تحولت من هذه الفضائية أو من أي فضائية تسمعك عن الله ورسوله إلى فضائية أخرى تسمعك عن الشيطان وتؤزك على المعصية أزة، تحول قلبك. لا تضمن كيف يكون حال قلبك إذا انتقلت من شاشة طاعة إلى شاشة معصية،
إذا انتقلت من بيئة طاعة إلى بيئة معصية لا تضمن كيف يكون حال القلب. لذا كان الحبيب حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. معقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ أيوة، الرسول يحتاج إلى تثبيت من الله يا شيخ. إيه وربي، الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبيت لقلبه من الله. قال الله جل وعلا: فلولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبيت لقلبه من ربه جل وعلا، فما الظن بي وما الظن بك وما الظن بنا جميعا؟ نعم، نحتاج إلى تثبيت لقلوبنا من الله. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتسمع أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، فتقول: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ أو إن القلوب لتتقلب؟ فيقول: نعم، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله عز وجل كقلب واحد، إن شاء الله أقامه أي ثبته، وإن شاء الله أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، إن شاء أقامه ثبته وإن شاء أزاغه. وأنا أتكلم في حلقات التفسير عن أسباب هداية التوفيق، عن الأسباب التي إن أخذ العبد بها ثبت الله عز وجل قلبه، وثبت الله الإيمان في قلبه، وشرح الله صدره، ووفقه لتطابق أقواله وأفعاله وأحواله أقدار ربه جل وعلا. وهذه هي هداية التوفيق. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول أم سلمة: أو إن القلوب لتتقلب يا رسول الله؟ فيقول: نعم، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله عز وجل كقلب واحد، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، بل وله شاهد أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فالقلوب متقلبة، وهذا يبين خطر الفتن، وهذا يبين ويؤكد خطر الفتن. لا تضمن كيف يكون حال قلبك في الفتنة. ولذلك روى الإمام البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما من نومه فزعا عند أم سلمة. استيقظ صلى الله عليه وسلم يوما من نومه فزعا وهو يقول: سبحان الله، سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الفتن، ما أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. لا إله إلا الله. طيب، تعال بقى نتعرف على أقسام الفتن. الفتن يا أولادي ويا أحبابي، خاطب شبابنا وأولادنا وآباءنا وأمهاتنا، الفتن تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما.
أولا فتن الشهوات، ثانيا فتن الشبهات. ثاني، أنا أخاطب الأمة، لا أخاطب طلبة العلم فقط، أخاطب الأمة كلها. الفتن تنقسم إلى قسمين، خلي بالكم. فتني أو فتنوا، وكلاهما صحيح لغة، فتن الشهوات وفتن الشبهات. يبقى عندنا شهوات وعندنا شبهات، الله يجنبني وإياكم الشهوات والشبهات. ما فيش ثالث. أي فتنة تخطر ببالك تندرج تحت نوع من هذين النوعين من الفتن، إما أن تكون الفتنة شهوة وإما أن تكون الفتنة شبهة. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الله أكبر، الله أكبر. المال فتنة؟ أيوة. والأولاد فتنة؟ أيوة. قد يفتنك المال فتجمع من الحرام وتأكل من الحرام وتطعم أولادك الحرام، فيصبح المال فتنة من أخبث الفتن. الأولاد فتنة؟ أيوة. الولد مبخلة، مجبنة، مجهلة، محزنة. يعني إيه؟ يعني قد يصيب الولد والديه بالبخل لحرصهما على الولد، يصاب الوالدان بالبخل عن الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. ليه؟ عاوز أعمل للولد، عاوز أعمل للبنت. يصاب الوالدان بالجهل، قد يحجب الولد والديه عن البحث وعن العلم وعن الطلب لانشغال الوالد أو الوالدة بالأولاد. مجهلة، مجبنة. يصيب الولد والديه بالجبن، يجبن الوالد خوفا على أولاده ويفرط في الحق. الولد مبخلة، مجبنة، مجهلة، محزنة، هكذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يصيب الولد والديه بالحزن لأي ألم يتعرض له الولد. سبحان الله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لا، خلي بالك بقى بالجملة كده، قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الشر فتنة والخير فتنة، ابتلاء، اختبار، امتحان. أنت في النعيم مبتلى أي مختبر ممتحن، وأنت في الشر مبتلى أي مختبر أي ممتحن. ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ إن ابتليت بالنعيم فماذا تصنع؟ النعيم ابتلاء، نعم. قال الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. يعني ليس كل من ابتلاه الله جل وعلا بالنعيم يكون قد رضي عنه وأكرمه، وليس كل من ابتلاه الله جل وعلا بالتضييق والتعسير يكون قد سخط عليه جل وعلا وغضب عليه. لا، كلا، ليس كما تدعون أو تفهمون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى النساء، الأموال، الأولاد، الشر، الخير، المنصب، الجاه، الحسب، الصحة، الدنيا كلها، الدنيا كلها بوتقة ابتلاء نحن فيها، دار اختبار. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليختبركم
ليمتحنكم. قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يا الله، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يبقى كل ما على الأرض زينة للابتلاء، زينة للاختبار، زينة للامتحان. من يثبت؟ من يعرف أن الدنيا بكل زينتها مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة؟ لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. من يعلم أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر؟ إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. انتبه أيها الفاضل، وانتبه أيتها الفاضلة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. اسمع للصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عامر بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أنه وفيه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: والله والله يقسم الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، يقسم، نعم يقسم. ليه؟ ليلفت أنظارنا إلى خطر من سيقسم عليه، إلى خطر المقسم عليه. خلي بالك، والله، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم. يعني أنا مش خايف عليكم من الفقر، أنا مش خايف عليكم من الفقر، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لا لا لا، تاني، استنى شوية، تاني، ده القضية مطروحة وهي قضية الساعة. بتقول إيه؟ بقول لك قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. المال فتنة والدنيا فتنة، اللي مش هيخلي باله هيفتن، اللي هيعبد الدنيا هيفتن، اللي هيعيش من أجل الدنيا هيفتن، اللي هيعيش من أجل الدرهم والدينار هيفتن. يعني ما اجمعش فلوس يا مولانا أقعد يعني في البيت وخلاص لا إطلاق، هذا فهم مقلوب ومغلوط. اجمع ما شئت من المال بشرطين: الأول أن تجمع من الحلال، والثاني أن تؤدي حق الكبير المتعال. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لا يملك أحد أن يحلل أو أن يحرم، لأن التحليل والتحريم حق مطلق لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، والله ما الفقر أخشى عليكم. فاكرين كنت قلت لكم مرة عن رجل في أمريكا، كنت في إحدى الزيارات وطلب مني إخواني
أن أذهب لأزور رجلا من الله عليه بتجارة واسعة جدا وهو عربي، لكنه لا يصلي ولا يساهم مع إخوانه بدولار واحد في أعمال الخير الموجودة في المركز في ولاية نيويورك. فقال لي إخواني: يا شيخ محمد، والله لو تأتي معنا إلى هذا الرجل، لأن ربنا موسع عليه جدا، لكن الرجل سبحان الله معرض تماما عن الله وبعيد إلى آخره. فذهبت وجلست أذكر الرجل بالله، أقول: قال الله، قال رسول، ما فيش فايدة، الران اللي كنت بتكلم عنه في أول حلقة يعني موجود، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بحيث حجب الرجل عن السماع عن الله وعن رسوله، فهو لا يسمع لا عن الله ولا عن رسول الله. ففي الآخر قال لي: يا شيخ محمد ما تتعبش نفسك. قلت له: والله كتر خيرك، جزاك الله خيرا. تم، مش كنت تقول من الأول يا راجل أنت عملت كده؟ زي عندنا إخواننا في مصر بيقولوا يعني أنت إيه، هات من الآخر، أنت كده جبت من الآخر. وبعدين لما الآن زعلت كده وحزنت وهممت بالانصراف والخروج مع إخواني، قال لي: يا شيخ محمد. قلت له: نعم. قال لي: والله أنا عاوز أقول لك حاجة. قلت له: تفضل. قال لي: أنا أوعدك. قلت له: خير إن شاء الله. قال لي: أوعدك لما أرجع بلدي أبني مسجدا لله وأتفرغ فيه للعبادة وللطاعة. قلت له: والله جميل، طب الحقني بورقة وقلم بسرعة. قال: إيه خير؟ قلت له: ما تخافش يا عم، مش هكتبك إيصال أمانة ولا حاجة، هات بس بسرعة نكتب عقدا. قال لي: عقد؟ عقد إيه؟ قلت له: نريد أن نكتب عقدا ليوقع عليه ملك الموت إنه ما يجيلكش أبدا لحد ما تتبسط هنا وترجع البلد وتبني المسجد وتتفرغ للطاعة وللعبادة، وبعد كده يبقى جيلك ملك الموت. فضحك وفهم ان المسألة مش يعني. وبعدين نظر لي وقال لي: والله يا شيخ محمد الدولار ده وحش قوي. قلت له: اكيد وحش، بينك فين هيك شر الدولار. قال لي: تصدق بالله؟ قلت: لا اله الا الله، اصدق ربي سبحانه وتعالى واؤمن به. قال لي: والله يا مولانا أنا ما بيجيلي حالة صداع أطلع الورقة أم 100 دولار أحطها على دماغي يطير الصداع في الحال. قلت له: يا خبر الصداع، ما لو كان في ورقة بألف كنت تعمل إيه؟ حط رزمة بقى بألف ولا بعشرة آلاف، العقل يطير خالص، مش الصداع يطير، العقل يطير. يا الله، تعس عبد الدرهم، النبي قال كده، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ما هو في عباد للدرهم والدينار، عباد إلههم الدرهم والدينار، قبلتهم وكعبتهم الدرهم والدينار. وخلي بالك الدرهم آخره هم، درهم آخره هم، والدينار آخره نار، دينار نار آخره نار. إلا لمن تاب، إلا لمن عرف الغاية، إلا لمن عرف حقيقة المال والوظيفة التي من أجلها وجد المال. فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة، اجمع اجمع من المال لكن بالحلال، وأدي حق الكبير المتعال، ولا تنشغل بهذا عن الله تبارك وتعالى ولا عن الآخرة. هذا هو الخسران المبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. المال، الدنيا، كم من أناس ضاع دينهم بسبب دنياهم، كما قال الصادق: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني لا يتورع أن يخلع الحجاب عن امرأته من أجل منصب أو كرسي. لا، المنصب ده بيحتم عليك أنك تبقى متبرجة، ما ينفعش تلبس الحجاب، اخلع الحجاب. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض حقير وبعرض زائل، لا يتورع أن يبيع دينه من أجل دنياه. طب والنهاية إيه؟ والنتيجة إيه؟ والله العظيم لو دام الكرسي الذي تجلس عليه وأجلس عليه أنا الآن لو دام لغيري ما وصل إلي، والله لو دام هذا الكرسي لغيري ما وصل إلي، جلس عليه قبلي وسأجلس عليه بعدي الآلاف بل الملايين. فلا ينبغي على الإطلاق أن تعبد الدنيا أو أن نعبد الدنيا، فالدنيا إلى زوال، ليست إلها يعبد،
بل الإله الحق الذي يعبد هو الله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. فتنة خطيرة، شهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء. نعم، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الدنيا حلوة خضرة. يا سلام على التعبير النبوي الجميل، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، ما تخلي بالك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لكن أود أن أنبه، أي نساء؟ أي نساء؟ المرأة المتفلتة من ضوابط الشرع، من ضوابط الدين، المرأة التي تخرج فيستشرفها الشيطان ويزينها ويبرزها ويعليها لتصبح واضحة لكل الأعين الناظرة، المرأة التي خرجت وأقول نسيت أن تلبس ملابس محتشمة، نسيت ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسيت تلبس، نسيت أن تلبس، خرجت وقد نسيت أن تلبس، خرجت بملابس لا يليق للمرأة أن تلبسها إلا في حدود غرفة نومها، لا يليق لها أن تخرج بها في سائر البيت أمام أولادها، والله لا يليق للمرأة العفة الحيية أن تخرج بهذه الملابس التي نراها في الشوارع والطرقات، والله لا يليق للمرأة العفة الحيية أن تخرج بهذه الملابس خارج حجرة نومها أمام أولادها وبناتها، لا ينبغي أن تظهر بهذا إلا للزوج فقط داخل حجرة نومه. هي دي الفتنة، إنما العفيفة الشريفة الحيية الكريمة الأبية الزكية الطاهرة أمي وزوجتي وابنتي وأختي وخالتي وعمتي، هن الفضليات، هؤلاء الفضليات الطاهرات على الرأس والعين، ها ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اللائي قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. نعم، لا يجوز أبدا لأحد منا من الدعاة أو من طلبة العلم أن يتكلم على الإطلاق وأن يذكر على الإطلاق النساء على الإطلاق، لا، وإنما يجب أن يحدد، يجب علينا أن نحدد وأن نفصل وأن نبين. هناك امرأة إنما هي درة مصونة، إنما هي لؤلؤة مكنونة، إنما هي الطهر بعينه، إنما هي العفة في أعلى وأنضر أنضر صورها وأرق صورها، هذه هي العفيفة الشريفة الطاهرة، هذه اللؤلؤ المكنون والضر المصون. وفيه امرأة متفلتة، فتنة، فتنة على والديها وفتنة على زوجها وفتنة على أولادها وفتنة على أفراد المجتمع، تخرج لتستثير الغرائز الهاجعة ولتحرك الشهوات الكامنة، هي التي قال فيها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار، من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، أولئك الذين يعذبون الناس بالصياط والعصي، من أهل النار إن لم يتوبوا إلى العزيز الغفار بشهادة الصادق النبي المختار. صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر أي كذيول البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. هي دي الفتنة. إنما العفيفة لا، يا ذرة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب، ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا من أهلي لمن نسبي للغرب أم أنا للإسلام والعرب، للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي لمن نسبي لمن أهلي لمن عملي؟ لله أم أنا للإسلام والعرب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب، هذا هو سبيل النجاة وطريق السعادة في الدنيا والآخرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يبقى شهوات كثيرة، الدنيا كلها محط ابتلاء وبوتقة اختبار. واذكر ما شئت من الشهوات وقد انتشرت بصورة مؤلمة الآن كما ذكرت في الفضائيات في الشوارع والطرقات على شواطئ البحار والمسابح، بل وفي وسائل المواصلات، بل وفي الوظائف والمكاتب والطرقات والمجلات والجرائد والأفلام، حتى في الإعلانات التي تلصق على الشوارع والطرقات، بل والله حتى على المقابر. والله من المضحكات المبكيات، كنت أمر بسيارتي إلى جوار مقبرة من المقابر فوجدت بسماع الأفيشات أو الإعلانات المعلقة للأفلام على المقابر. سبحان الله، إعلانات على المقابر. وكان من العجب العجاب قرأت إعلانا الفرار من الموت، قلت طب علقها في مكان تاني، مش قال على المقبرة تقول الفرار من الموت؟ أنت ما بتشوفش خالص؟ الفرار من الموت مش ممكن، ما هو أمامك أهو، كيف تفر من الموت؟ والله لن يفر منه أحد. فتن فتن خطيرة جدا. طيب أنا يعني لا أريد أن أطيل أكثر من هذا في فتن الشهوات، لكن القسم الثاني وهو فتن الشبهات، وهو عندي وعند علمائنا جميعا أخطر من فتن الشهوات. إيه بتقول إيه؟ بقول لحضرتك بيقين وصوت عالي واضح، فتن الشبهات أخطر بكثير من فتن الشهوات. إيه الكلام ده؟ ده كلام اللي أنت بتقوله ده خطير، معناه إيه؟ طيب هنتعرف بقى إن شاء الله على المعنى وعلى الجواب في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وسأبين المنهج الذي يجب علينا جميعا وعلى أولادنا أن يتبعوه للنجاة من هذه الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يجنبنا وإياكم الزيغ والزلل، وأن يحفظنا وأن يحفظ نساءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يحفظ أولادنا وأن يحفظ بلادنا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يوفق علماءنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلني وإياكم جميعا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.